مرتبطة بكلمة تفضي إلى الوحدة. المؤسسون الآباء لم يتحدثوا عن وحدة مثالية، لم يتحدثوا عن هذه البلاد كون الأمور يجب أن تتحسن دائما وأبدا، لأنهم تفهموا أن العمل من أجل التحسن هو أساس الديمقراطية العظيمة دائما وأبدا. إن الحريات التي ننعم بها اليوم وأمتنا اليوم ليست محض صدفة، والعمل لم يتم بعد. الديمقراطية العظيمة من خلال أسلافنا تكافح لكي تكون أفضل، ونحن أفضل مما كنا عليه في السابق، ونحن طبعا أقل مما نرمي إليه. إن الهجوم على هذا المكان منذ أسبوعين على عاصمتنا يذكرنا بأن الحكومة مصممة لكي تمسك بزمام الأمور، ولكن يجب أن تكون صامدة مع أنها في بعض الأحيان تكون هشة. مجتمعنا منفتح ونحن نطالب دائما ببذل التضحيات، ولكن ثمة تحديات تعترض سبيلنا دائما وأبدا. إن الإفاء بهذه التحديات كان وما يزال مرتبطا بالعلماء والمستجيبين الأوائل والعاملين في مجال الصحي وغيرهم، لا سيما في ظل الجائحة الذين اعتمدنا عليهم في الكثير من الأماكن. اليوم وصلنا إلى هذه المرحلة، والناس في جميع أرجاء العالم يشاهدون وسوف يشاهدوا ما نقوم به اليوم. حكومتنا التأمت الكونغرس والمحاكم، لديها مسؤولية تنفيذية. حزب واحد يطيب له الفوز أكثر من أي وقت آخر، ولكن هذه اللحظة ليست لحظة الشقاق ولكنها لحظة الوحدة. إدارة جديدة سوف تستلم مقاليد الحكم، وفصل جديد سوف يفتح، وبهذا النقاش العام ينتقل وندفع به قدما، وديمقراطينا سوف تتقدم لكي تكون مركزا أساسيا لمستقبل أفضل لجميع الأمريكيين. يا لها من ميزة لأنضم إليكم اليوم، شكرا جزيلا لكم. الأب ليو سوف يقوم بالتبريكات، أرجو أن تقفوا لكي يعزف النشيد الوطني. Gracious and merciful God, at this sacred time we come before you in need. اللهم في هذا الوقت المقدس نلجأ إليك في الضراء والسراء، ونحن نجثو ونتضرع إليك بأمل لرؤية تفضي إلى وحدة في هذه البلاد، وحدة لجميع الأمريكيين لتعزيز رفاه الجميع وتعزيز حريتنا لنا ولأبنائنا وأحفادنا. نحن ننتمي إلى أعراق مختلفين وألوان مختلفة وثقافات مختلفة وأساليب مختلفة، أعدادنا كبيرة وأراضينا واسعة. رئيس الأساقفة في فترته منذ 232 سنة كان وضع البلاد مختلفا عما عليه الحال. رئيس الأساقفة في ذلك المكان استلهم الرب وتحدث عن الصلابة وتحدث عن التضرع لله لدعم رؤساء هذه البلاد لكي يكون عملهم يصب في مصلحة المواطنين. اليوم نحن نعترف بفشلنا السابق لنرتقي إلى مستوى الرؤية الخاصة بالحرية والمساواة للجميع والشمولية، ولكننا ملتزمون تماما اليوم لكي نجدد
الرؤية ولكي نتعاطف مع بعضنا البعض بالقول وبالفعل، لا سيما مع المنكوبين والأقل حظا، لكي نصبح منارة للعالم بأسره. ثمة قوة في كل منا تعيش من خلال التراحم مع الآخرين، تلاقح الأرواح والتراحم والتعاطف فيما بيننا، لا سيما مع المستضعفين. هذا ما نسميه بالحب، ومساره مرتبط بالمحبة التي تعطي كلها. هذا ما نسميه اليوم بالوطنية الأمريكية، التي لا تعتمد على المزية ولكن تعتمد على الخير العام من دون خبث، ولكن من خلال الصدقات والإحسان. نحن نطلب من رئيسنا حكمة سليمان التي دعا بها ربه لكي يسوس العالم بالقداسة والبر ويجري الحكم باستقامة النفس. نحن نشد على رسالة جيمس، الحكمة تأتي من لدن الله، وهذا ما يجب أن نطلبه منه. نيافة البابا فرانسيس ذكرنا بأنه من الهمة بمكان أن نحلم معا، وقد كتب: نحن نجازف برؤية السراب، الأمور التي تدعو إلى الأوهام، ولكن الأحلام تبنى من خلال تضافر جهودنا معا. كن معنا اللهم بينما نحلم معا. ساعد رئيسنا الجديد لكي تلتئم جراحنا، ولكي تتحول أحلامنا إلى واقع، ولكي تتفشى العدالة والسرور ليتدفق من خلال الحب. اللهم آمين. Ladies and gentlemen, please remain standing for the presentation of our national anthem. أيها السيدات والسادة، ابقوا واقفين من أجل نشيدنا الوطني. Ladies and gentlemen, here for the singing of our national anthem, accompanied by the President's own United States Marine Band, please welcome Lady Gaga. نشيد رحبوا بالفنانة Lady Gaga لإلقاء النشيد الوطني للولايات المتحدة.
gentlemen, please welcome from the city of South Fulton, Georgia, Fire and Rescue أيوة Department, President of the International Association of Firefighters, Local 3920, Fire Captain Andrea Paul, for the signing of the pledge. جمعية المطافي. I pledge allegiance to the flag of the United States of America. أحيي علم الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية كأمة واحدة تحت حماية الرب بدون انقساب بحرية وعدالة للجميع. What you are all about to be part of America is a historic moment of first. نحن نفخر بأمريكا في هذا الوقت التاريخي. حتى نرحب بأول سيدة نائبة رئيس من أصول أفريقية. أرحب على هذه المنصة أول لاتينة عملت كقاضية في المحكمة العليا للولايات المتحدة السيدة سونيا سوتومايور. يرجو أن تبقوا واقفين لأداء قسم الولاء. ارفع يدك اليمنى وكرري ورائي. أنا كامالا ديفي هاريس أقسم بأغلظ الأيمان. أنا كامالا ديفي هاريس أقسم بأغلظ الأيمان بأنني سأدعم دستور الولايات المتحدة الأمريكية وأدافع عنه. بأنني سأدعم دستور الولايات المتحدة وأدافع عنه. ضد جميع الأعداء في الداخل والخارج. ضد جميع الأعداء في الداخل والخارج. وأشهد بإيماني الحقيقي بالدستور وولاء له. وأشهد بإيماني الحقيقي بالدستور وولاء له. وأنني سأطلع بهذا الواجب بحرية. وأنني سأطلع بهذا الدور بحرية. من دون أي تحفظ عقلي. من دون أي تحفظ أو تهر مسؤولية. وأنني سأقوم بكل أمانة على نحو حسن بمهام المنصب الذي سأتولى. وعلى نحو حسن بمهام المنصب. الله المستعان. Ladies and gentlemen, please be seated. السيدات والسادة أرجو أن تبقوا في أماكنكم. Please welcome Jennifer Lopez to perform This Land Is Your Land and America the Beautiful, accompanied by members of the President's Own United States Marine Band. This land is your land. This land is my land. From California.
the New York Islands, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went walking down that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. Oh, con libertad y justicia para todos. Well, that was great. The sun is shining, and Mr. President-elect, this is the first inauguration in the history of America where J-Lo was the woman back for Chief Justice حيث J-Lo كانت بالفعل تسخن لقدوم قاضي القضاة السيد روبرتس. تشرف بتقديم قاضي القضاة قاضي المحكمة العليا الدستورية جون روبرتس لكي يتلو اليمين الدستورية على الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن. Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph. تفضل برفع يمناك وكرر رأيي. أنا جوزيف روبرت بايدن أقسم بأغلظ الأيمان. أنا جوزيف روبرت بايدن أقسم بأغلظ الأيمان بأنني سأقوم بكل أمانة. بأنني سأقوم بكل أمانة. بتنفيذ متطلبات منصب رئيس الولايات المتحدة. بتنفيذ متطلبات منصب رئيس الولايات المتحدة. سأقوم بكل ما في وسعي. وسأقوم بكل ما في وسعي. للحفاظ على للحفاظ على دستور الولايات المتحدة الأمريكية وحمايته ودفاعا والله المستعان. Thank you.
Ladies and gentlemen, please be seated. السيدات والسادة، أرجو أن تجلسوا في أماكنكم. My fellow Americans, a moment we have all been الأمريكيون waiting for. هذه اللحظة انتظرناها لفترة طويلة. إنه لمدواعي شرفي أن أكون الشخص الأول لرسميا أدعو الرئيس الرابع السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية جوزيف آر بايدن الابن. تفضل. قاضي القضاة روبرتس، نائبة الرئيس هاريس، رئيسة مجلس النواب بيلوسي، الزعيم شومر، الزعيم ماكونل، نائب الرئيس بنس، الضيوف الأعزاء الأمريكيون الموقرون، هذا هو يوم أمريكا. هذا هو يوم الديمقراطية، يوم التاريخ والأمل، يوم العزيمة. لعقود الأمريكيون اختبروا وارتقت أمريكا وسمت على التحديات. اليوم نحتفي بانتصار ليس مرشح ولكن قضية الديمقراطية. إن الشعب وإرادة الشعب أصغي لها، وكلمة الشعب أصغي لها. الديمقراطية شيء ثمين ولكنها هشة، وفي هذه الساعة أيها الأصدقاء الديمقراطية انتصرت. على هذه الأرض المباركة منذ أيام الرعاة سعوا لزعزعة أركان العاصمة، ولكننا التأمنا وتوحدنا في ظل الله غير قابلنا للتجزؤ لكي نقوم بانتقال للسلطة انتقال سلمي كما حصل منذ أكثر من قرنين. وبينما نطلع إلى الأمام نتشبث بطريقتنا الأمريكية، نتحلى بالجرأة والتفاؤل وننحي جانبا الشقاق. نحن أمة يجب أن تتوحد. أنا أشكر سلفي وأشكر نائب الرئيس، أشكر الرؤساء السابقين وأشكرهم من أعماق قلبي. أنا أعلم قدرة دستورنا على التعافي من الانتكاسات وصموده وقوة أمتنا، كما تحدثوا مع السيد كارتر ليلة البارحة والذي لم يستطع أن يأتي إلينا، ولكننا نحييه لخدمته العريضة المديدة لهذه البلاد. الرئيس الأسبق كارتر، لقد أدليت باليمين المغلظة والوطنيون أيضا قاموا بذلك. جورج واشنطن كان أول من أقسم باليمين المغلظة، ولكن تاريخ أمريكا لا يعتمد على واحد منا، لا يعتمد على البعض، ولكنه يعتمد علينا جميعا. نحن
الشعب الذين نسعى إلى وحدة أمثل. هذه أمة عظيمة ونحن أخيار. وخلال القرون الماضية، خلال الضراء والسراء، خلال الحروب والسلم، قطعنا أشواطا طويلة، ولكن لدينا أشواطا أخرى يجب أن نقطعها. يجب علينا أن نمضي قدما بسرعة، لأن لدينا الكثير مما نقوم به في شتاء المخاطر والفرص المميزة. يجب علينا أن نرأب الصدع ونبني لتلتئم الجراح، ويجب علينا أن نحرز مكتسبات. بعض الأشخاص في تاريخ أمتنا واجهتهم التحديات أكثر من غيرهم، وخاضوا مخاضات عسيرة. مرة كل قرن يعصف ببلادنا وبالعالم فيروس. لقد زهقت الكثير من الأرواح في هذه السنة، أكثر مما زهقت أرواح الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية. ملايين من الوظائف فقدت، مئات الآلاف من المحال التجارية أغلقت أبوابها. العدالة العنصرية يجب التشبث بها. حلم العدالة للجميع لا يمكن أن يؤجل بعد اليوم. إن الصرخة للبقاء صرخة يجب أن نصغي لها، يا صرخة يائسة الآن وواضحة. يجب علينا أن نسمو فوق الإرهاب المحلي وغلاة البيض. يجب أن نواجه غلاة البيض، ويجب أن نواجه الإرهاب المحلي، وسوف نهزمه. لكي نذلل هذه التحديات ولكي نأمن مستقبل أمريكا، يتطلب الأمر أكثر من الأقوى فحسب. يتطلب الأمر أكثر الأمور أهمية في ديمقراطيتنا. الوحدة، الوحدة، هذا ما نحتاجه. في عام 1863 إبراهام لينكولن وقع على إعلان تحرير الرق، وعندما وضع قلمه إلى ليكتب قال: إذا ما كتب اسمي في التاريخ فسيكون مرتبطا بهذا القانون، قانون تحرير الرق، لأن قلبي معلق بهذا القانون وروحي معلقة به. روحي الآن في هذا اليوم من يناير مرتبطة بالوحدة، برأب الصدع، بالتئام الجراح، وأطلب من جميع الأمريكيين أن ينضموا إلي في هذا المسعى. يتعين علينا أن نقاتل الخصم، أعني بذلك الغضب والكراهية والتطرف و انتهاك القوانين، انعدام الوظائف، اليأس، الأمراض. من خلال توحدنا يمكننا أن نقوم بأمور جمة، بأمور عظيمة. يمكننا أن نصحح الأخطاء، يمكننا أن نستحدث الفرص، يمكننا أن ندرس أولادنا في مدارس آمنة، يمكننا أن نتجاوز هذا الفيروس الفتاك، يمكننا أن نبني الطبقة المتوسطة ونوفر الرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية لتكون أمريكا مجددا قوة خير في هذا العالم. أنا أعلم أنني أتحدث عن الوحدة، ولكن يبدو هذا وكأنها فانتازيا أو أوهام حمقاء، ولكن أعلم أن الشرخ عظيم وعميق والشقاق واقعي، ولكنني أعلم أن هذا الشقاق ليس أمرا جديدا. تاريخنا كان مفعما بالكفاح بين المثل الأمريكية. نحن متساوون أمام الله، في المقابل هنالك العنصرية وهنالك الخوف وهنالك الشيطنة وهنالك الشوفينية، هذه التي أحدثت شرخا بيننا. إن الانتصار لا يمكن أن نحصل عليه دائما وأبدا. خلال الكساد الكبير، خلال 11 من سبتمبر، خلال الحروب، الحرب العالمية الأولى والثانية، الملائكة دائما وأبدا فازت على الشياطين. الكثير منا التأموا وتوحدوا لكي يدفع قدما قاربنا إلى النجاة، ويمكن أن نفعل ذلك الآن. التاريخ والإيمان والعقلانية تظهر لنا الطريق، طريق الوحدة. يمكننا أن ننظر إلى بعضنا البعض ليس كخصوم ولكن كجيران. يمكننا أن نعامل بعضنا البعض باحترام وكرامة. يمكننا أن تتضافر الجهود، يمكننا أن نخفف من حرارة الشقاق
الشقاق، لأنه من دون الوحدة ليس ثمة سلام، فقط مرارة وغضب، لا تقدم، فقط الغضب الذي يثقل كاهلنا. ما لا أمة ولكن حالة فوضى. هذه هي اللحظة التاريخية من هذه الأزمة لكي نصل إلى الوحدة، والوحدة هي مسارنا للمضي قدما إلى الأمام، ويجب علينا أن نستغل هذه اللحظة، لأننا الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا قمنا بذلك أطمئنكم بأننا لن نفشل، لم نفشل مطلقا في أمريكا على مر الأيام وكر الليالي. نحن التأمنا دائما وأبدا، لذلك اليوم وفي هذا المكان وفي هذه اللحظة دعونا نفتح صفحة جديدة جميعا، دعونا نصغي لبعضنا البعض مجددا، نسمع بعضنا البعض، نرى بعضنا البعض، نثر الاحترام لبعضنا البعض. السياسة لا يمكن أن تكون نارا مستعرة تمحق كل شيء في طريقها، كل خلاف لا يمكن أن يكون سببا لحرب شعواء. يجب علينا أن نرفض الثقافة التي تقول أن الحقائق يمكن أن يتلاعب بها ويمكن أن تصنع أيضا. الأمريكيون يجب أن نكون مختلفين، أمريكا يجب أن تكون أفضل مما هي عليه، وأعتقد أن أمريكا هي أفضل من ذلك. انظروا إلى هذه القبة في مبنى الكابيتال التي أنهيت في خضم الحرب الأهلية، حيث الوحدة كانت في مهب الريح، ولكننا انتصرنا وبنينا هذه القبة وانتصرنا. ها نحن نقف وننظر إلى هذه الجادة. الدكتور كينغ تحدث بخطاب have a dream، لدي حلم. منذ مئات من السنوات آلاف من المحتجين حاولوا أن يمنعوا نساء يتحلين بالشجاعة وكنا يتقدمن، والآن نحن انتقلنا لكي ننتخب نائبة لكامالا هاريس، السيدة الأولى من ذوي البشرة السمراء من أصول آسيوية. هنا نقف حيث الأبطال الذين ضحوا بحياتهم وسقطوا ووريوا الثرى، وهنا نقف جميعا بعد أيام من العصابة التي اعتقدت أنها يمكن أن تكمم أفواه الناس ويمكن أن توقف ديمقراطيتنا لكي تبعدنا عن هذه هذا المكان المقدس. لم ينتصروا، لن ينتصروا، لا اليوم ولا غدا وأبدا لن ينتصروا مطلقا. أولئك الذين دعموا حملتنا أشعر بالتواضع لجهة الثقة التي أولويتموها إيانا. أقول لأولئك الذين لم يصوتوا لنا، حاولوا أن تنظروا إلي، إذا اختلفتم معي لا ضير في ذلك، هذه ديمقراطية، هذه أمريكا، حق الاحتجاج بسلام أمر أساسي، وحرية التعبير أمر أساسي، ولكن اصغوا إلي، إن الاختلاف لا يجب أن يفضي إلى التفكك. وأنا أعدكم، أنا سأكون رئيسا لجميع الأمريكيين، من يختلف معي ومن لا يختلف، وأنا أعدكم بأنني سأكافح من أجل أولئك الذين لم يدعمونني وأولئك الذين دعموني أيضا. منذ قرون القديس أغسطس كتب وقال إن الناس أقوام يجمعهم الحب، والشيء المشترك الذي يحددنا ويعرفنا كأمريكيين. ما هو الشيء المشترك؟ الفرص، الأمن، الليبرالية، الاحترام، الشرف، الكرامة، ونعم الحقيقة تجمعنا نحن كأمريكيين. منذ أسابيع ومنذ أشهر تعلمنا دروسا قاسية، ثمة أكاذيب وثمة حقائق. الأكاذيب
تسوق من أجل الربح، ولدينا مسؤولية يجب أن نطلع بها كمواطنين وكأمريكيين وكزعباء. زعباء قطعوا على نفسهم وعدا لحماية الدستور وأيضا الدفاع عن الحقيقة وهزيمة الأكاذيب والإفك. انظروا، أنا أتفهم أن الكثير من الأمريكيين ينظرون إلى المستقبل بخوف ووجل، وأنا أتفهم أنهم يخشون على وظائفهم. يفكرون في أسرهم، ولكن ما هو الشيء التالي؟ أعدكم أنني أتفهم ما تريدونه، ولكن الأمر غير مرتبط بالتقوقع وغير مرتبط بالانسحاب وعدم إلى الثقة بأولئك الذين لا يشبهونكم أو ربما عبادة طريقاتكم والضرب بعرض الحائط الطرق الأخرى. يجب علينا أن ننهي هذه الحرب الشعواء التي تستعر بين الأزرق والأحمر وبين المدنيين و الذين يعيشون في الأرياف. يمكننا أن نقوم بذلك عندما نفتح أرواحنا عوضا عن أن نكون قصاة القلوب. إذا ما أظهرنا التسامح وإذا ما أظهرنا التواضع وإذا ما استطعنا أن نضع أنفسنا في مكان الآخر للحظة لكي نتقمص ما يدور في رأسه ونعرف ما تفضي إليه أفعاله. في بعض الأيام عندما يحتاج المرء إلى مساعدة يطلبها، وهنالك في بعض الأحيان يقدم المرء المساعدة لأخيه الإنسان. هكذا تجري الأمور، وإذا ما كنا كذلك نتعاون فيما بيننا فإن أمتنا سوف تكون أقوى وأكثر ازدهارا وأكثر تأهبا للمستقبل. يمكننا أن نختلف، لا ضير في ذلك. الأمريكيون نحتاج إلى بعضنا البعض في الأيام القادمة، ونحتاج إلى قوتنا لكي نثابر خلال هذا الشتاء المظلم. ربما ستكون هذه الفترة الأكثر فتكاً فيما يخص الفيروس. يجب علينا أن نسوي الخلافات السياسية، ويجب أن نكافح هذه الجائحة كأمة واحدة، أمة واحدة. وأنا أعدكم بالتالي، وكما يقول الإنجيل، الفجر ينبلج بعد الظلمات. يجب علينا أن ننتظر هذا النور، نور الفجر الذي يأتي بعد ظلام الليل. نحن جميعا نتفهم أن العالم يشاهدنا، ونحن نتفهم أننا محط أنظار العالم. لذلك أقول لأولئك الذين يعيشون خارج نطاق الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تعرضت للمحن واختبرت واجتزنا هذه المحن. سوف نرأى بالصدع وسوف نتواصل مع العالم، سوف ننخرط مع العالم لكي نذلل تحديات اليوم والغد وليس تحديات الماضي. وسوف نشكل قدوة ليس بقوتنا، ولكن سوف نمثل قدوة يحتذي بها الآخرون لنكون أقوياء، وسوف نكون حلفاء لتعزيز السلام والاستقرار وإحراز التقدم. وأنتم تعرفون لقد مررنا بكثير من الصعاب في الولايات المتحدة الأمريكية، وما سأقوم به كرئيس هو أنني سأطلب منكم جميعا أن تصلوا وتدعوا وتستذكروا 400,000 شخص قضوا، أبناء وبنات، أزواج وزوجات، أحفاد وحفيدات، آباء وأمهات. نحن نبجل ذكراهم، أولئك الذين سقطوا بسبب الجائحة. أطلب منكم أن تصلوا لأولئك الذين فقدوا حياتكم. دقيقة صمت أطلب منكم أن تلتزموا بها. آمين. أيها المواطنون، هذه هي فترة الابتلاء. نحن نتعرض لهجوم على الديمقراطية والحقيقة. فيروس يستعر، وتفاوت وعنصرية
أزمة تغير مناخ، أي من هذه التحديات يجب مواجهته، ولكن الحقيقة هي أننا واجهنا هذه التحديات بالجملة، وقد مثل ذلك مسؤولية عظيمة تقع على كاهلنا اليوم. سوف نبتلى مجددا، يتعين علينا أن نرتقي إلى مستوى المناسبة، يجب أن نتحلى بالشجاعة، لأن هناك الكثير مما يجب فعله، وهذا أمر يقيني. أعدكم بأننا سوف نخضع للحكم من خلال حل هذه الأزمات المتلاحقة، سوف نرتقي إلى مستوى المناسبة. هل سنحاول أن نقوم بذلك؟ هل سنفي بالتزاماتنا؟ هل سنمرر التشريعات؟ هل سنحسن من هذا العالم لأطفالنا؟ أؤمن أنه يجب أن نفعل ذلك، أنا أؤمن أننا سنقوم بذلك بالفعل، وعندما نقوم بذلك سوف نفتح فصلا جديدا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، فصلا عظيما عن قصة أمريكا. هذه القصة التي تبدو كأغنية محببة لي، واسمها النشيد الوطني الأمريكي، وهنالك سطر واحد بالنسبة لي محبب لي، وهو كالتالي: إن عمل السنوات التالية والقرون التالية أوصلتنا إلى هنا، ولكن ماذا عن تركتنا؟ ماذا عن إرثنا؟ ماذا سيقول أبناؤنا وبناتنا؟ ماذا سيقولون؟ أمريكا، أمريكا، لقد قمت بكل ما بوسعي من أجلك. دعونا نضيف عملنا لكي تتكشف هذه القصة العظيمة للولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما بذلنا كل ما بوسعنا فإننا سنجتاز الصعاب، وأطفالنا وأطفال أطفالنا وأطفال أطفال أطفالنا سوف يقولون أن أجدادنا قاموا بكل ما بوسعهم، وهم ساعدوا على التئام الجراحة. وختاما أيها المواطنون، أقول أمام الله وأمامكم جميعا، أعدكم أنا دائما وأبدا سوف أكافح من أجلكم، سوف أدافع عن الدستور، وسوف أدافع عن ديمقراطيتنا، وسوف أدافع عن أمريكا، وسوف أقوم بكل ما بوسعي لكي أكون في خدمتكم. لن أفكر في السلطة، ولكن أفكر في الفرص، أفكر في الخير العام، ومعا يجب علينا أن نخط ونسرد قصة الأمل وليس الخوف، الوحدة وليس الشقاق، النور وليس الظلام، قصة الحشمة واللياقة ورأب الصدع، الخير والتراحم. فلتكن هذه القصة التي توجهنا والتي تلهمنا، فلتكن هذه القصة التي يتحدث عنها الآخرون لأجيال. دعونا نفي بمتطلبات التاريخ لكي نعزز من أركان الديمقراطية. والحقيقة هذه القيم لم تمت في أيامنا، أمريكا عززت من الليبرالية وأصبحت منارة مجددا للعالم بأسره، هذا ما نحن مدينون له للأجيال القادمة. لذلك بعزم وإصرار يجب علينا أن نقوم بهذه المهمات بإيمان ويقين وتراحم فيما بيننا وحب لهذه البلاد. بارك الله بأمريكا وحمى الله قواتنا المسلحة. شكرا لأمريكا.